السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد ملاح من ورشة ميكانيك الزوت. النهاردة جبنا لكم الاسبراتير الالكتروني عشان في ناس عندها شارية العربية بسبراتير الكتروني، فلو مقاومة الاسبراتير الالكتروني باظت ازاي تغيرها. احنا اتكلمنا قبل كده ازاي تغير الابلاتين بتاع الاسبراتير العادي، ممكن تغير مراكب، انما الاسبراتير الالكتروني عشان تغير المقاومة بتاعته لازم يتفك. دي المقاومة بتاعت الاسبراتير الالكتروني، جزء شغال ابلاتين وجزء شغال كوندنسر. والفكرة هنا في مغناطيسي هشرحها لكم في الفيديو بأمر الله. يلا بينا نشوف الفيديو. الجوان ده مسافة بين الوش والشاكوش، وبعد كده بتقابلنا المقاومتين. المقاومتين دول واصلين بسلك ارضي اللي جاي من البوبينة البني اللي هو بيبقى رايح الابلاتين، وسلك ابيض في اسود يعني كهربا. السلكة دي اللي جاية من البوبينة، والسلكة دي الكهربا، ودي دي المقاومة يعتبر شغالة مكان الكوندنسر، ودي المقاومة الأساسية اللي هتشتغل مكان الابلاتين. المقاومة الخارجية دي الأول مربوطة بمسمارين صليب واحد في الجنب اهو، والتاني هتطلع معايا المقاومة دي كده ملهاش ظبطة. هي بتمسك جسمها تاخد كهربا من التيار اللي داخل، وبتاخد أرضي من جسمها في جسم الاسبراتير. ماشي، دي ملهاش ظابطة. التانية بقى اللي هي شغالة مكان الابلاتين هي اللي ليها ظابطة، ليها مسمارين بيمسكوها، وليها سنتر للرجلياش عشان المسافة اللي هتتظبط بالفيلر 10. المسافة دي ادي القطب الارضي بتاعها، قطب الكهرباء اللي بيطلع المجال المغناطيسي، والاربع سوك دول بيقطعوها اربع قطعات نفس فكرة الابلاتين. لازم انا اظبط السوكة قصاد السوكة بالظبط، وقيس نسبة الفيض المغناطيسي اللي هتفضل في الثغرة الهوائية دي. لازم تبقى ورقة 10 على الفيلر، 10 من 100 من ملي، عشان في الوقت ده المسافة دي كده ما بتحصل، بيحصل قطع في الفيض. لو احنا بصينا كده المسافة هنا زادت، يبقى كده الفيض المغناطيسي بعيد قوي. لما دي بتقرب منها كده الفيض المغناطيسي بيقل، بتدي اشارة للمبينة، نفس حر نفس فكرة الابلاتين، تدي اشارة للمبينة انها تخرج كهرباء. دي بقى عبارة عن مسمارين ماسكينها اهو، واحد مركز والتاني تثبيت زي ما احنا عارفين. ادي مسمار مركز، هما الاربع مسامير نفس المقاس ونفس الفكرة، وده تثبيت للرجلياش. ماشي، هتلاقي كده الجسم ده كده المقاومة كلها اتخلعت في ايديك بره، المقاومة كلها بره في ايديك اهي. ماشي، ده القطب اللي بيولد الفيض المغناطيسي اللي انا وريتهولك. القطب ده هو اللي هيبقى قصد الركبة دي، السوكة دي كده، وهيبقى بينهم من بعض ثغرة هوائية 10 من 100 من ملي. طب دي جبناها كده وفكينا الاسبراتير عايزين نركبها. بنبدأ بالجزء اللي هو فيه القطب الموجب بتاعنا، ثبته كده. ولي جنب بيثبت فيها، خلي بالكوا عشان هو في مجال مغناطيسي، هو مغمض. مسمارين قصاد مسمارين كده بالظبط، ايوه بات في بنز. وابدا اركب مسمار الاول، لو انا بصيت هنا هلاقي ده ما بيلفش اهو، بص بيخبط اهو، يبقى محتاج يترجلش. ركب المسمار التاني وابدا ارجلشه عشان يبعدوا عن بعض المسافة 10 من 100 من ملي. لو انا حطيت المفك هنا كده هلاقي المسافة بتبعد وتقرب. بص كده
مسافة الفيض المغناطيسي بالمفك، لو انا عملت كده بتقرب كده بتبعد. ماشي، هنجمع تجميعة خفيفة على المسامير عشان نظبط المسافة دي بينهم، دي 10 من 100 من ملي. دي نفس الثغرة الهوائية اللي في الابلاتين، بس في الابلاتين بتبقى 40 من 100 من ملي. كده هما فيهم احتكاك. هنبدأ احنا بقى ايه، نوسع الثغرة بتاعتنا على المسافة اللي احنا عايزينها. فيلر ورق 10 واسعة، ضيق شوية، موضوع حساس شوية بس هينجزك على الطريق لو عطلت، ومعاك المقاومة تقدر تغيرها. كده ورقة 10 بتعدي منهم مظبوط. اربط مسمارين بتوعي كويس، كنتر عليهم. وبعد كده اثبت الجزء اللي هو بدل الكوندنسر مكانه. ماشي، هيقابلني مسمارين صليبة في الجنب بره اللي هيدوله ارضي. ادي واحد، طبعا مش هقرط عليها الا لما اركب التاني. الموضوع تحسوه صعب شوية بس هو سهل جدا يعني. هما مسمارين 4 مسامير بالظبط، وظبطة بسيطة بعينيك كده ان هي تبقى مديها حرية الفيلر. طبعا احنا متفقين ان كلنا لازم يبقى معانا الفيلر عشان نقدر نظبط ثغرات الهوية بتاعة العربية المتعددة، يعني سواء اسبراتير الكتروني او عادي، او هتظبط بوشيهات او هتظبط تكات لنفسك. الفيلر مهم يعني، بيبقى موجود مع اي حد، ده سهل. بعد كده بيقابلك بقى توصيلة الكهرباء. توصيلة الكهرباء لازم تفهمها، لازم تعرف ان البني ده هيروح على الفردة السالب بتاعة المبينة، والموجب ده هيروح على الفردة الكهرباء كونتاكت بتاعة المبينة، ابيض في اسود مع الابيض في اسود، والبني مع البني. حتى لو الفيشة دي مش موجودة تقدر توصله انت بلد عشان تتأكد انه بيخرج كهرباء. بعد كده تركب الجوان بتاعك وتسقط اسبراتيرك زي ما كان. وبأمر الله بقى احنا هنوعدكم يعني لما العربية تيجي هنبدأ نصور لكم ازاي الاسبلاتير ده بيتصوت في مكانه، وازاي تطلعه وازاي تسقطه من غير ما يحصل أي مشكلة. ولو في أي استفسار عندكم أو أي أسئلة عن فكرة تشغيله، هو فكرة تشغيله إن هو بتدي فردة إشارة المبينة، وهو هنا بيولد مجال مغناطيسي وبيعتمد على قطع المجال المغناطيسي. نفس فكرة الاي بي اس، نفس فكرة أي حساس مجال مغناطيسي موجود في أي عربية. سو هنا استبدل الابلاتين والكوندنسر بمقاومه تولد فيض مغناطيسي، الفيض المغناطيسي يتقطع 4 مرات تدي لي اشاره للمبينه ان الاسبراتير بيخرج 4 مرات، والمبينه تخرج ال4 شرزات بتوعها. وشكرا، اشوفكم على خير.